تنطلق الخميس منافسات الدوري السعودي بمباراتين. في الأولى يقص نادي الشباب والقادسية شريط منافسات الموسم الجديد في مباراة يتطلع من خلالها كل فريق إلى بداية قوية. في اللقاء الثاني يتطلع الاتحاد إلى الدخول في صلب المنافسة على اللقب مبكرا عندما يواجه الرائد الذي عانى الأمرين في الموسم الماضي. ودعت متسابقة السلاح السعودية لبنى العمير منافسات الشيش في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو بعدما خسرت أمام البرازيلية تايز دي موريش. حل الرامي عطل العنزي في المركز 20 لمنافسات المسدس الناري بعد أن حقق 550 نقطة، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى النهائيات.